السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة. كل فترة كده بنستغل إن مفيش ماتشات وبقى يوم كده هادي خالص، فبنفكر ناخد أجازة. طب ممكن نتفاعل مع الجمهور، فاخترنا النهاردة كتبت على المنتدى اللي عايز يسأل وكده، ففي جالنا أسئلة أكتر من كذا سؤال فهنجاوبه سريعا إن شاء الله. في أخ بيسألني بيقولي لماذا لا تتكلم عن اللاعب الحاج عيسى وتنصح، المفروض يعني تنصح يا كابتن لاعبين في تسيير مشوارهم وكده. يعني أولا موضوع إن احنا ننصح اللعيبة دي، هي بتيجي بظروفها، بيحصل موقف في مباراة، بيحصل موقف لاعب مثلا المدرب مبيلعبوش، زي محرز مثلا. كنت مصمم إن محرز يسيب السيتي لما هيلعب في مع مدرب بيلعبه اساسا على طول عمره، هيطول في الملعب، ممكن يوصل ل 36 و37 سنه زي ما هو كده ما شاء الله، لكن قعده على الدكه وعدم لعبه بيقلل من مستواه بيقلل من سعره. بنحب ننصح اللعيبه دايما. يعني اللاعب الحاج عيسى، اعذرني مش كل لعيبه العالم هعرفهم، انا اول مره اسمع الحاج عيسى، فحتى انا كتبت له توضيح مين الحاج عيسى ما اعرفش. في الكرة، الكرة والناس دي قناة مصرية بتتابعنا من اول ما فتحنا القناة الحمد لله، منورين دايما. بيسألني بيقول لي انت اكتر لاعب بتستمتع بيه مين؟ اكتر لاعب بستمتع بيه مش حكاية استمتاع بس، اكتر لاعب بتمنى ان اشوفه كده في النهائيات ويبقى دايما متألق هو محمد صلاح، لان بيمثلنا، انا بحس ان انا اللي بلعب. يعني محمد صلاح دايما اتمنى ان هو ياخد بطولة، يلعب نهائيات، يسجل، ياخد الهداف، بلاقي نفسي مبسوط. يعني في نور سينا بتقول اشكر، لازم اشكرها، بتتابع القناة على طول واشكرك على ذوقك. في أريس مدريد بيكلمني على إسماعيل بن ناصر، هل ليه بديل يا كابتن في منتخب الجزائر؟ لا ملوش بديل بصراحة. إذا كان إسماعيل الوسط الملعب المدافع إسماعيل كاديورا إلى الآن جمال بالماضي مش عارف يجيب له بديل، فإسماعيل بن ناصر صعب يكون ليه بديل، وأتمنى إن تظهر لعيبة كويسة الفترة اللي جاية. مونيكا لوير بتقول ان بتتابع تحليلات الكورة على طول عندنا، اشكرك اشكرك، منورانا دايما. في رياض باعت وبيقول رأيي في المشروع الجديد في السعودية، طبعا مشروع رائع، دوري زي الدوري السعودي لما يبقى فيه نجوم اساميها كبيرة قوي كده، اكيد الدوري هيبقى دوري قوي، واكيد هيبقى في لعيبه مننا هتبقى قريب موجوده في الدوري ده، وهيفيدنا ويرفع من مستوى اللعيبه ويرفع من مستوى الدوريات. وانا من الناس اللي ان شاء الله هحلل الدوري السعودي اول ما يبدا الايام اللي جايه ان شاء الله. في اي اس اكس باعت وبيقول لي ما سبب حبك للجزائر؟ حبي للجزائر حب متبادل، يعني مش ممكن يكونوا ناس بالجمال ده والحلاوة دي ولاد أصول الجزائريين يدخلوا على القناة، وكان ليا حظ إن أول مباراة بعد توقف الكورة في كورونا، أنتوا عارفين الكورة قعدت سنة ونص تقريبا متوقفة تماما مفيش أي نشاط، فأول مباراة رجعت بعد كورونا كانت منتخب تونس ومنتخب الجزائر، كان ليا حظ إن أنا حللت المباراة دي على قناتي، ودي كانت أول تفاعل ما بيني وما بين الجزائريين. الجزائر كسبت تونس في تونس 2-2، وطبعا جمهور الجزائر دخل طبعا فرحان بالفوز، ولكن الأجمل من 50 ألف أو 60 ألف اللي دخلوا على المباراة عندي أو التحليل للمباراة، الأجمل من كده دعمهم وحبهم وكلامهم الجميل على التحليل وعلى القناة، ودي قربتنا من بعض، و ما فيش ما بيني وما بين الجزائريين الا كل حب، هم بيحبوني قوي وانا كمان بحبهم باخلاص، لان هو ده المفروض ان يطلع مني قدام ناس بتحبني وتقدرني. يعني محمد السادس زامل، لماذا الخطيب لا يحترف؟ محمود الخطيب، انا وانا طفل كده صغير يعني
لما كنت اشوفه بس كده في الشاشة، اشوفه في الشاشة كنت بستمتع. طبعا وانا بعد ما كبرت كده بقول ان محمود الخطيب ده ما فيش حد هيوصل لمسته للكرة، متعة المتعة، موهبة من عند ربنا يعني. لكن الخطيب كان بيلعب في السبعينات والثمانينات، ما كانش فيه احتراف، كان كرة القدم كلها انك بتتعين في مكان كويس في الدولة، بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، وكمان تبقى بتتعين مثلا في مكان كبير. فكان الخطيب اتعين في مكان، ما كانش فيه الاهداف انك تسافر بره والحاجات دي، ما كانش فيه اصلا الاحتراف ابتدى معانا شوية في اواخر الثمانينات، يعني في اول التسعينات لما جه الكابتن الجوهري ودخل الاحتراف ابتدت اللعيبة شوية تحترف. محسن أسامة بيسألني بيقول لي الكندوسي هيمشي من الأهلي ولا لأ؟ أنا معرفش أي خبر عن كده، لكن أحمد الكندوسي لاعب كويس جدا جدا وده مستقبل كبير، سواء كمل مع الأهلي أو هيروح إعارة أو الأهلي يبيعه، إن شاء الله يبقى مستقبله كبير. فتحية جويلي بتقول لي متى نراك في الجزائر؟ أنا إن شاء الله خدت النية إن أنا لازم أزور الجزائر بإذن الله تعالى، هو بس موضوع اختيار الوقت، ان شاء الله هنختار احسن وقت واجي الجزائر. انا كنت عايز اجي الجزائر، يبقى في بطولة حلوة كده في سبب يعني، فيبقى نضرب عصفورين بحجر، نبقى متواجد وسط اهلنا وحبايبنا، وكمان يبقى في مباراة مهمة. اشكركم، شكرا.